مرحبا، كيفكم؟ كل تمام؟ اليوم حلقة تانية كمان بالانترفيوز اللي عم نعملهم. اليوم معنا هادي غندور، فينا نقول سفيرنا بإنجلترا، هو عمر بوغيال، وحنحكي أكثر عن هلا انتقاله اللي كان من كم يوم لميدستون، وتجربته مع تشارلتون بالدرجة الثالثة الإنجليزية ومع فريقهم أندر 23، و كل شيء صار معه بهالتجربة. وكمان حنحكي شوي عن المنتخب والديبيوت تبعه وشو بينطروا له بعدين. مرحبا هادي، كيفك؟ مرحبا، الحمد لله. مالون، كيفك انت؟ الحمد لله. هادي، بإنجلترا كثير الصحافة اهتمت فيك، خصوصا وقت عملت النقلة من الدرجة السابعة من توتينغ لتشارلتون، اللي هي شيء مش كثير دائما بيصير بإنجلترا. هلا من بعد هذا الانتقال قطع عليهم سنتين، كيف بتقيم تجربتك مع تشارلتون؟ شو اللي القصص اللي اخذتهم كانوا ايجابيه وشو القصص السيئه صارت معهم؟ والله أنا أول ما بلشت مع شارلتون بلشت التجربة شهرين، بعدين إجا الكوفيد، سو خفت إنه ما يعطوني عقد أو شيء، بس إنه قدمت performances منيح على الترايل وعطوني العقد لمدة سنة with an option to extend. وبلشت يعني لأنه ما كان بي professional environment قبل ما رحت على شارلتون، سو أول شهرين ثلاثة كنت عم بتعود على التمرين كل يوم مرتين بالنهار، الأكل، الجيم. بس تعودت قلعت شوي، بلشت سجل جوال مع الأندر 23، بعدين تعودت و إجاني باد إنجري، سو كنت out of action for 6 months. بس الحمد لله إنه حبوا شو شافوا الكوتشز هونيك، ف جددوا لي العقد سنة وقالوا لي السنة الجاية بدي أكون مع الأول من بري سيزن كل يوم، وإذا ما بدهم إياك خلص بنبعتك لون بلا بلا بلا، وبنحكي مع المدرب وهيك قصص. سو رجعت من بري سيزن كنت محضر يعني بالفتنس تيستينج سكورز، كنت أول 2 3، وصار لي كمان ما تنسى 7 أشهر ما لعبت فوتبول يعني. سو ايه كنت مع الفيرست تيم كل يوم بالبري سيزون، عملت منيح، اوبسي سجلت جول ضد ريدينج واسيست ضد كريستال بالاس، وكنت عم بعمل منيح كل يوم، كنت عم اتمرن مع الاول، وكنت على الاحتياط اول ماتش ضد شيفيلد وينزداي، كان اجى 20,000 متفرج وقتها، ما نزلني بس يعني كنت قريب على انزل والعب انه كذا دقيقه مع الاول وهيك. بعدين بعد الماتش الاول ضد شيفيلد وينزداي مع تشارلتون حكاني الكوتش، قال لي انه انت لبناني وهيك، و حكاني he called me up، و ever since then يعني ما بس انت تكون بانجلند وعندك صاحب فريق معه مصاري وبده هادي say fund the team، يعني يدفع مصاري على الفريق، صعب اذا انت صغير، يعني كتير بدك تعمل miracle لتفوت حالك على الفريق. يعني جيب سترايكر جايدن ستوكلي، ما بعرف اذا بتعرفه، بس انه هيز ا بيج نيم بالليجز هون بالشامبيونشيب وليج 1، ما راح العب بداله فور اكزامبل. وبجانري اشترى تشاكس انيكي، كان يلعب مع ارسنال بالفئات العمريه، وانه عم يور كومبيتينج وذ بلايرز هو انه خلص يعني صاروا مثبتين بهالدرجات، يو نو وات اي مين. بس تعلمت كثير، ودفنتلي هل 3 4 أشهر مع الأول مع تشارلتون really حسنت، وحسيت حالي كتير كتير تحسن my football، وتعلمت كتير إنه كيف أتعامل مع ناس، كيف يعني أعيش حياتي برات الفوتبول. وكان عنا إنه اللعيبة مع تشارلتون كانوا كتير منيح، يعني بحكي معهم بسألهم أسئلة، علموني كتير، بس صعب to break through للأول هون، إذا يعني you need a lucky breakthrough. لأعطيك example، مع المنتخب أول ما رحت ما توقعت ألعب بس 10 دقايق بهال 3-4 كولابس، يعني لأكون صريح معك ما توقعت لح بلش كمان، يعني توقعت لح أنزل ربع ساعة مينيمم ساعد الفريق. بس رحت ضيعت 2 كاب جيمز، هيدي البابا جونز يلي عمر راحة ومبلي فيها،
ضيعت 2 games وقالوا لي كنت خلص كنت starter يعني كنت رح العب هالتو games اللي ضيعتهم بس رحت مع المنتخب ما لعبت. So فيت صاحبي ميسن بيرستو he's 18 يعني عمره 18 فيت 95th minute بجيم اجي جول هدر على الحيز 96th minute. So دغري يعني انا كنت away كنت مع المنتخب دغري هو انه خلص صار مرحلة فوقي بالاول even though اصغر مني بس صار خلص حط جول he's above me he's English وهيدا he's English اللي كان في لك القصة ثبت حاله مع الاول اخذ محلي خلص صار هو يتمرن مع الاول بعدين نزلوه كم دقيقة هون حط شي 3-4 جوال اشتروه تشيلسي هلا صار مع تشيلسي وهيدا صراحة من وراي ما انا كنت مبلش بهالجيمز يعني ورحت على المنتخب وما لعبت يعني انجا لعبت ورجعت وهيدا صار مع تشيلسي وانا رجعوني مع الاندر 23 you know what I mean so هيدا انه هيدا الفوتبول يعني I'm not complaining وما فيني احكي شيء لانه ما كنت رح اقول لا على المنتخب يعني ما توقعت العب هل انه 10 دقائق باربع خمس كول ابس اور 4 5 جيمز بس هيدا الفوتبول تعلمت كثير ايه بهالسنتين honestly وتعلمت انه بس تكون عم تعمل منيح بالفوتبول you have to يعني لازم دغري تعمل شيء يعني انا بس ما طلعت من البري سيزون عملت منيح حكيت مع واحد من الكوتشز بتشارلتون قلت له ليك فيني اروح لون بلا 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 هيدا قبل ما الترانسفير ويندو يسكر يعني كنت فيني اروح على ليج 2 وين عمر هلا كان عندي امل وكان في فرق بدهم ياني بس قالوا لي لا بدنا ننطر للويندو يسكر لانه السكواد تبع تشارلتون كان شوي خفيف بس ما كنت عم بلعب وبيبعتوا لي على الناشونال ليج وين ميدستون أو قبل ما تأهلنا على الناشونال ليج بريمير فتعلمت إنه دغري when you're doing well دغري act on it وما تنطر ناس يقولوا لك شو تعمل أنت عمول شو بدك تعمل بهالوقت so yeah هذا اللي تعلمته بهالسنتين بس بنحكي أكتر anyway as the podcast goes on ذكرت شيء عن الانجوري تبعيتك اوبسلي يعني اصابه بهالحجم بعدك 6-7 شهور عن الفوتبول فعليا بتكون كتير مأذيه خصوصا اذا انت كنت لعيب صغير بتكون يعني اول مره ما بتكون ماتشور انف تو ديل وذ ات يعني فينا نقول مثل كان اول مره يبريك اب وذ جيرل لا هاي أصعب 100% خبرنا أكثر كيف قربت أنت هذه الإصابة وشو كانت مشاعرك الانجري اوكي it's a long story بس I'll cut it short so كنت عم بلعب مع الـ under 23 I think it was January 2021 أجاني knee injury مش يعني ركبتي تعورت بس مش sudden يعني بفتكر قد ما نتمرن وهيك اجاني وجع بركبتي بس لعبت I missed one game عشان طبيعي ولا لا انه مش normal overuse injury ما بعرف كيف قولها بس يعني كانت عم تجعني كتير فأخذت رياحة ماتش واحد بعدين رجعت على التمرين the whole week لعبت ماتش ضد ميلبول مع الأندر 23 بعدين بالتمرين الأربع أو الخميس برمت كاحلي لأنه كنا عم نتمرن على الأستروتيرف في تشارلتون عنا 2 أستروتيرف بيتشز تمرنا هونيك وبرمت كاحلي ما حدا عمل لي شيء بس ثبتت إشي بالأرض وبرمت أوكي سو بعدين ارتحت 3-4 أيام ضيعت ماتش تاني بعدين رجعت لعبت بهالإنجريز يعني أنا ما بوقف كرمال إنجري مش ما بعرف إذا منيحة بس هيك أنا أبدا ما منيحة anyway لعبت ماتش ضد سوانزي خسرنا بعدين كان عنا رياحة so كان عم نحضر الجمعة الجاية على ماتش ضد كولتشستر مع الأندر 23 ونحن نلعب التنين فالجمعة كنت عم بتمرن قلت له لصاحبي مان راسي منه منيح وجعني هون وفقت عم يقتلني تمرنت وعملت كل شيء رجعت على البيت السبت فقت عرقان وراسي عم يقتلني من هيدي الجهة ورحت لبي قلت له ما فيني اطلع من البيت يعني انسى
عم يقتلني راسي وهيك. فامي فكرت كورونا، رحت بالسياره سقط، عملت كوفيد تيست هون، رجعت نمت كل النهار، قلت لها مام والله مش كورونا والله. anyway نمت كل النهار، استفرغت بالليل، الاحد فقت رحت على التمرين لانه كان عندنا ماتش التنين، تمرنت بلا 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 بلا. قلت له لبي خلص تعال نروح نشوف حكيم بعد التمرين، شفنا حكيم، حكيمه قلت لها ليسن احجزي ابكر سكان صوره لراسي لانه عندي ماتش على الوحده، بدي روح. فرحت على الثمانية مع بي، عملت سكان ويعني ما فيني اقول لك الوجع. بعد السكان قلت له دغري للكوتش، حكيت قلت له لوك يعني ما فيني العب، راسي عم يقتلني، هلا عملت سكان ما بعرف شو صار بس ما فيني العب. بعتوني على السيرجنز روم، انه سيرجنز اوضه ال عملية مش لا نو they didn't send me، they sent me على السكرتري قبل، على السكرتير. اجت قالت لي حجزنا لك الاوضه للعمليه بس ما قالوا لي شو صار، وما اجى شافني الحكيم. سو انا بي بقول لك شو يعني ما قلتوا لنا شو شبني يعني شو دغري على العمليه. رحنا خفنا بلا بلا بلا، بعدين اجى حكي معي الحكيم قال لي هيك وهيك بدنا نعمل لك هيك. وبعد بس حكي معي الحكيم ارتحت شوي يعني. It's a normal procedure يعني بيعملوها يوميا هالعملية، so ارتحت شوي. ودغري بعد ما خلصت العملية الحمد لله قال لي بعد يومين ثلاثة روح فيك تركض يعني ما عندي مشكلة أنا، بس ما تنتح الطابة وبلا بلا بلا وهيك. فيعني الحمد لله نشكر الله ما كانت هالقد باد يعني، لأنه كنت فيني أتمرن لحالي، أقدر الطابة أركض، كنت فيني خلي حالي فت. هذا اللي ساعدني بس جيت على البري سيزون مع الاول بعد شي 6 شهور يعني. كنت محضر بس مش كنت محضر بالتمرين مع الفريق، you know what I mean. سو كنت مجنزر شوي من هالناحيه، بس اخذتني يومين ثلاثه لروح الروست. سو يا هاي قصه الانجري. وكمان كنت عم تحكي شوي عن تجربتك مع الاونرشيب بتشارلتون، المالك تشارلتون، بما انه فضل حتى لو انه عمل انفستمنت فيك جابك من توتين، او السكاوت سيستم اللي عمل فعليا هو اكيد كان متابعك هو شخصيا يعني، بس فضل يروح ل لعيبه اكثر يعني مثبته حالها بالدوري اكثر. يعني ما فيني لومه يعني، اذا انت عم تمول فريق بدك تطلع على الدرجه الثانيه، وإذا تطلع علي كلاعب ماني بروفن يعني ما لعبت بهالدرجة أبد، بدي يجيب مهاجمين مجربين وبيعرفوا يلعبوا بهالدرجة، فما بلومه. بس يعني كمان ما أجاني فرصة، وأنا بحس إنه إذا أجاني فرصة كنت فيني أقدم مستوى عالي يعني وأعمل منيح، بس هيدا الفوتبول. سو ما فيني لومه من هالناحية بس يا ومن بعد هذه التجربة السنة الماضية، من بعد ما جاءت من المنتخب حنحكي عنها أكثر بعدين، رحت على سبيل الإعارة لتشامسفورد وميدستون بعدين تشامسفورد إذا أنا مغلط بعدين مزبوط. مزبوط. كيف لقيت تجربتك بال يعني وقت نزلت كلاعب درجة ثالثة في كور لا نزلت لعبت بالدرجة السادسة؟ يا 6 هو اول ما رحت على ميدستون يعني كانوا التانيين بالتيبل يعني كانوا عم يجربوا يطلعوا على الفيفث ديفيجن which is the national league. اول ما رحت يعني ما تنسى انا لعبت مع توتينج يعني بعرف القوه اللي بيلعبوا فيها هون والاجريشن وهيك قصص، ما كانت شوك لالي، بس اكيد انه كنت من بعد هالبري سيزن مع تشارلتون يعني حطيت جول على ريدينغ، اسيستد كريستال باس ولعبت بكل هالملاعب، اكيد كنت يعني مش مبسوط كتير يعني، كنت لازم اخذتني وقت لاتعود انه وين كنت وين صرت، بس قلت لحالي بيصير هيك مع كتير لعيبه. فا ايه لا مع ميدستون بس يعني كانت خبره منيحه اول لون، لان بيلعبوا كل ماتش بيجي 3500 4000 متفرج يعني، وفي جو كتير حلو بالملعب. الإعارة الثانية مع تشامسفورد more complicated basically لأنه تعوروا كتير من المهاجمين من تشارلتون، فما جددت مع ميدستون أو من أول لون.
فرجعت قلت لحالي يلا خليني اجرب فوت مع تشارلتون، وهيدا هيدي غلطه اللي انا عملتها كمان، ما حكيت مع المدرب سالته وين انا بهيز بلانز، يعني وين بيشوفني بالفريق. رجعت عم اتمرن ما عم بيحطوني بالسكواد، عم بيحطوا لعيبه اصغر مني بالسكواد. قلت لحالي خلص يعني ما راح يجددوا لي اخر السنه. وتشالمسفورد عملوا انكويري على تشارلتون علي، قلت لحالي اوكي خلص يعني بروح يعني بلعب ماتشات وباخد خبره اكثر. يعني هيدي مرحله بحياتي، مش شيء تشالمسفورد بس مرحله بحياتي ما بحب اتذكر عليها كثير، لانه رحت اعاره شهر بس، يعني كانت كيف فيني اقولها يعني أضرب شهر بحياتي الفوتبول، يعني it wasn't great. ما كنت مبسوط. يعني كنت ضايع فيها. إيه. وبعدين رجعت كان بدهم يجددوا لي كمان بس ما كنت بدي ضل، يعني مش شيء ضد تشانسفورد، يعني اللعيبة والمدربين كانوا كتير منيح معي بس ما كان بدي. رجعت وقلت لحالي خلص بدي أروح على ميدستون، كانوا العودين وهن كانوا بدهم يجددوا لي anyway. So جددت هونيك لآخر الموسم وحطيت جول البروموشن ضد تشالمسفورد أول جولي، وبعدين حطيت الماتش اللي بعده حطيت جول، وآخر ماتش بالسيزن حطيت جول بس كان أوفسايد. بس أول ما رجعت تاني لون مع ميدستون ما كنت عم بلش، لأنه مهاجم يلي كان دايما حط شي 20 جول الموسم، و وكنت عم بنزل 10 دقايق هون، نص ساعة، تلت ساعة هون. الماتش اللي حطيت أول جول تعور بالدقيقة 46، يعني so I had the whole second half. الشوط الثاني كان عندي حطيت جولي 5 دقايق بعد ما نزلت وربحنا و we got promoted، يعني تأهلنا على الدرجة الخامسة. فخبرة كتير، وهلأ نحن بالناشنال ليج، يعني ليج يعني شفت على FA Lebanon actually حطيته الكوتش العراق عم يحكي انه كيف بده يجيب هيدا اللعيب من الناشونال ليج بانجلند ومنا بروفيشنال ليج، هيدا كله كذب. كل الفرق بالفيفث ديفيجن عندنا هون فول تايم بروفيشنال، بتفوتوا 9 الصبح بتتروقوا بتتمرنوا، يعني just ك example. اليوم كان عندنا تمرين، بكره رياح، الجمعه عندنا مرتين 9:30 لل11 ونص، بعدين عنا للواحدة ونص للثلاثة، والسبت عنا نفس الشيء، يعني full time pro training. يعني عمر بغير كان يلعب بهالدرجة، هو تأهل منا مع ساتن، وسألته شو أصعب ليج 2 أو ناشنال ليج، قال لي ناشنال ليج أصعب 100 مرة. يعني ليج 2 والناشنال ليج الاسم بيفرق بس المستوى نفس الشيء. وإذا بتعرف الفوتبول بإنجلند الفرق بالناشنال ليج في منهم أكبر من الفرق بالليج 2، فإتس أ بيج ليج وبيجي جمهور كتير وفي مصاري بهالليج، في مصاري يعني بيدفعوا، في فرق بيدفعوا ويجز مش طبيعية لهالدرجة. So good league honestly. وحكيت كنت يعني عم تسبقني شوية بالحديث يعني ما بتعرف شغلي أنا شخصياً هو إني تابع البلايرز أبرود، فهلأ إذا بنشوف على البروفايل تبعك على فليبان موجودين الستاتستكس تبعك بير جيم و أوف لاين، أنا عندي إياهم جيم باي جيم شو عملت. فكنت كان بدي أحكيك شوي عن ميدستون، بالرغم إنك ما جبت ولا جول الأول. أول سبيل بلشت 4 مرات، لعبت منيح بس ما كنت تفوت، يعني you know what I mean، ما كنت فيني إنه break the barrier حط أول جول لألع. بس تل شافوا فيك شيء، يعني عم تقولي إنه من وقتها كانوا بدهم يجددوا لك، بعد ما قلت لهم لا أول مرة كلوب رجعوا أخذوك بعدين. ما هو لعبت منيح، المشكلة إنه ما حطيت جول. أنا برأيي لما تروح لون إعارة بدك تحط جول أول ماتشين، إذا أنت مهاجم بتقلع حالك، إذا ما بتحط جول بتصير صعبة. فهاي هي، لا بس لعبت منيح، يعني البلاي اللعب تبعي all in all كانت منيحة، مشان هيك كان بدهم ياني. So yeah.
طب هلا next season لهذا ما عم بحكي عن سعيد مينستون شو their goals شو هدفهم من دوري السنه الجاي انت كهادي شو هدفك شو هدفي انه فرجي انه I'm good enough لألعب بهالدرجه وقصة اعلى يعني انا بشوف حالي بليج 1 مينيمم بماي كارير بدي العب بالتشامبيونشيب وان شاء الله بالبريميرشيب البريميرشيب بعرف صعبه بس انا I believe in myself وبعرف انه فيني اعملها لانه I work hard بشتغل على حالي بركز على حالي بدي حط جوال يعني ما رح كذب عليك بدي يكون اناني اكثر بدي حط بالقليل 12 جول 13 جول هالسيزون honestly وإذا فيني أعمل هيك بهالدرجة يعني بيشوفوني الفرق بالهاير ليجز 100% يعني كنت فيني روح على فرق بليج 2 بس المشكلة قالوا لي بركي بدك تعمل تجربة وهيك قلت لهم لا ما عندي وقت جرب هلا وتاخدوني تمضوني وبركي ما ألعب يعني مع ميدستون حكيت مع المدرب قال لي لوك إنه أنا بحبك أكيد لازم you need to earn your spot يعني لازم تلعب منيح لبلشك بالدوري بس يعني عم جيبك لأنه بحبك بحب كيف تلعب بحب your link up play everything so يعني عنده ثقة فيني فإن شاء الله فيني ألعب منيح وحط جوال ونعمل منيح كفريق أكيد قبل شوي عن المنتخب أول شيء كيف عرفت إنه المنتخب مهتم فيك يعني كيف صارت الأحداث بالوقت كيف هني حكوني ايه ما انت يعني انت محضر على المنتخب إيه. الاول ما لعبت مع المنتخب ايه مزبوط كنت مع الفيرست تيم بالبري سيزون مثل ما قلت وهو اجى الكول بعد ما حطيت الجول ضد ريدينغ وبعدين الجمعه الجايه I got an assist to Crystal Palace جبت assist بعدين انه اكيد يعني كنتوا عم تحطوا انتوا so thank you FA Lebanon انه my highlights وهيك واجاني كول من الكوتش قال لي انه إيه انت لبناني قلت له ايه قال لي اوكي we're gonna call you up لأول round of qualifiers بسبتمبر كان وقلت لحالي ولبي قلت واو يعني amazing اكيد يعني شعور ما فيني اقول لك شي فظيع بس إيه that was how it came about yeah that's it بالترينينجز وقتها كان الحديث اكثر عن التاكتكس مع كوتش ايفان وبدل مع كوتش جمال وكوتش يوسف كيف كان يعني كان في توافق مع كيف كان الجهاز الفني كان بده يدير المنتخب تكتيكيا على الارض ايه هو انه التمرين كانت منيحه كنا نتمرن منيح على السيت بيسز كمان يعني رح عرفنا نحن الكوتشز عرفوا انه فينا نربح ماتشات من ورا السيت بيسز سو ركزنا كثير على السيت بيسز كمان ربحنا شيء فريك ايه بعرف بس انه ما جبنا جول سيت بيسز اي نو بس انه يو نيفر نو انه فور اكزامبل ضد كوريا من 10 سنين حطينا الجول من السيت بيس تذكر عملوا ورك سيت بيس يعني ضد هيك فرق ضد كوريا وإيران you need to work on these stuff لازم تشتغل على هيك قصص بس لا إيه كان في توافق وبعد الإمارات حكاني he called me up بس قلت له ليك كوتش يعني لازم أكون بالبلد بإنجلند يعني لازم ثبت حالي هون ضيعت كتير فوتبول هون وما بدي إياهم ينسوني هون كمان وما لح كذب عليك هالرحلات مع المنتخب يعني كنت كتير فخور وما بقى منه صعب قول لا بس أثروا علي كتير مع تشارلتون وقد ما غبت مع المنتخب وما لعبت أثرت علي معهم وما بقى يلعبوني وبالآخر ما بقى يمرنوني مع الأول وبعد ما هيك بس الموسم تبعي نزل يعني داونهيل فبعد ما إنه بعد الماتش الإمارات حكيني قلت له كوتش ليك ما فيني أجي إن شاء الله إنه you're understanding وتفهم my point of view إنه ضيعت كتير فوتبول هون ولازم ثبت حالي ويعني ما بعرف شو رح يصير معي السنة الجاية عرفت roughly انه تشارلتون ما رح يجددوا لي العقد وprobably اذا ضليت يعني اذا بلكي لعبت نص ساعة كل ماتش او تلت ساعة ولعبت منيح لانه فيهم يحضروا تشارلتون يعني بيحضروا كل الماتشات
فيهم يحضروا عم يعملوا منيح و بركي اذا لعبت اكثر او ضليت كانوا جددوا لي العقد. يعني ما تنسى كمان كحشوا المدرب تشالتون وهو يلي حبني كثير، ما بلشوا منيح فكحشوه. بفتكر اذا ضل هالمدرب كانوا جددوا لي، بس هيدا الفوتبول. ايه فالاخر تو كولابس يعني اجاني كثير مسجز انه ليه ما جيت وبلا بلا بلا، ما خص انه ما بحب لبنان، انه انا لبناني وفخور، بس كنت عم بطلع على حالي وماي كارير، ما فيني روح وما العب وارجع وبعدين ظبط لون تاني والعب. ما كان بدي العب عندي 23 اني مور، فكانت فتره صعبه لي كثير. ولا الحمد لله الكوتش كان كثير اندرستاندينج معي وقال لي انه لا ما في مشكله، كان كثير منيح معي من هالناحيه، قال لي انه لا اي اندرستاند وروح ثبت حالك وهيك. ف بشكره على هالقصه. ورفقاتك بالمنتخب يعني عرفوا بهال، يعني كمان حكيت معهم عن هذا القرار وكيف كانت لا مواقفهم؟ صراحه بس حكيت مع عمر لانه كان بنفس السيناريو. انا انه هو كان بالعكس، هو عمر بمرحله تانية بهيز كارير، يعني هو مثبت مع ساتن، انا ما كنت مثبت مع تشارلتون وما كنت مثبت اون لون. يعني كنت مثبت مع تشارلتون مع الاول، بس بعدين كنت ضلني عم غيب وما بلعب ماتشات بالكيس، فرع انه هادي غندور نسيو خلص بتشارلتون الاول. عمر يعني هيز ذير مين نمبر 9، يعني سيناريو غير، بس هو يعني كان يغيب هو كان يلعب بس ضد ايران والامارات لعب اي ثينك 10 مينتس، يعني مش يعني worth it. So هو بيروح بيسافر وبيرجع وبده يرجع يشتغل ليجيب his spot again بأول 11 اللي ببلشه. فغليظة القصة، يعني تروح ما ألعب ارجع بدي ارجع اشتغل لفوت حالي على الفريق، يعني شيء بيتعب يعني. So من هالناحية بفهمه، بس اللعيب الوحيد اللي حكيت معه هو عمر. و that's it. yeah. كأس العرب كان بدي يروح بس تشارلتون قالوا لا، ما كان بدهم يروح، ما بعرف ليه. يعني قالوا لي لا وبعتوني إعارة على تشامسفورد، يعني شو بدي أقول لك. بس إيه هاي هي honestly، بس حكيت مع عمر. إيه بالوقت كنت تقعد هون بالكامبس، كيف كانت الديناميك بقلب الفريق؟ very good honestly. لا كتير حبيت الشباب وكانوا كتير منيح معي من أول معسكر بدبي، يعني نضحك كتير ننبسط، good high spirits. yeah that's it honestly, high spirits. ما أعرف كيف أقولها بالعربي، يعني روح عالية. كنا مبسوطين ونضحك كتير. that's it. كتير لهجتك ترونسية على فكرة. Is it? بالعربي. إيه. عم نشوفك مع نادي طرابلس قريبا؟ لا. لا. بدي ضل هون. I want to stay in England صراحة. لا. حتى مش غير فرق ما بيهمك تشوف غير ليكس. لا لا ما لا إنه غير ليكس عم نحكي أوروبا إيه أكيد يعني. If it's worth it 100% يعني بنطلع على الأوفر، بس ما إجاني ولا عرض من أبرود من أوروبا أو شيء. بس لا لهلأ إنه بفضل ضل بإنجلند، يعني الحمد لله عم بلعب بليج منيح، يعني بركي من لبنان ما شكله ليج منيح بس طاق ليج قوي كتير. وبدي فرجي حالي هون، يعني حكيت مع الأيجنت تبعي قلت له إنه شو رأيك فرنسا أو شيء هيك، قال لي لا أنا برأيي ضل بإنجلند تعمل منيح، خلي كل الناس يعرفوا مين انت وبعدين بنحكي ابرود، لانه قال لي صعب بس تطلع من انجلترا صعب ترجع، لانه هون بيلعبوا الفدوة بقوه كتير واجريشن كتير. فاذا انت بتروح على اوروبا على فرنسا هولندا او شيء بس بدهم يشتروك بيقولوا لك تعرف الفوتبول الانجليزي بيلعبوا بقوه، بركي ما نجيبك لانه ما بتعرف قد ايه فيزيكال جيم هون. فهمت علي كيف؟ فهاي المشكلة إذا بتروح أبرود.
هذه مرسي كثير لوقتك. Thank you. مرسي كثير لك. Thank مرسي you. كثير لكل اللي سمعونا ونرجع نلتقى بانترفيو. Bye. Sure.